السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحلى أمهات وأحلى حوامل في قناة غيث وماما، القناة اللي كتهتم بكل ما يتعلق بالطفل والأم. مرحبا بكم في فيديو اليوم اللي غنشارك معكم فيه طريقتي في إعداد منقوع التمر للرضع. بالنسبة للرضيع ابتداء من عمر 4 أشهر كناخذ 3 تمرات، كنزولوا لهم العلف أو النواة وكنوضعوهم في كأس من الماء المغلي، كنتركوه حتى كيبرد وكنصفيوه ونقدموه للرضيع في كمية لا تتجاوز 30 ml. بالنسبة للرضيع اللي عمره 6 أشهر فأكثر، بعد ما كيبرد التمر مع الماء المغلي كنطحنوا الكل بالخلاط الكهربائي أو البلندر اليدوي وكنقدموه للطفل بعد ما كنصفيوه لنزع القشور أو الكتل التمر والتي قد لا يستطيع الرضيع ابتلاعها. طبعا كأي نوع من الأكل ما تنسوش تجربوا كمية قليلة للرضيع حتى تتأكدوا أنه لا يعاني من أي حساسية أو تحسس وممكن تقدموه بشكل يومي. فمنقوع التمر جيد جدا كعلاج للإمساك لدى الرضيع، كنصح به الأمهات للأطفال ديالهم يعانيوا منه، وقريبا ان شاء الله غنزل فيديو على الامساك لدى الرضع، كما انه كيحارب اضطرابات المعدة واضطرابات الامعاء، يحمي الكبد، يعالج قرحة المعدة، يبني اسنان قوية، يعزز نظام المناعة، كما انه جد فعال في تسكين الالام المرافقة لبزوغ الاسنان لدى الرضع، كما انه يساعد على نمو العظام وتطور الدماغ لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. الى عجبكم الفيديو عملوا لي لايك، واللي مازال ما تابوناتش تابونا في القناة وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم وكلامكم المشجع، والى فيديو قادم ان شاء الله.